الغربال في تأكيد المؤكد جزء من الشعبانة بقى والشعبطة والشعبطة واللي تقدروا تقولوا عليها إن أنت تبدأ تناقش حقائق الأمور <applause> الأهلي نادي القرن تاخد عشرين سنة الناس متشعبين في الموضوع ده تقول لهم يا جماعة طب ده أنتوا الأيام دي شغالين حسب التصنيف التصنيف اللي الأندية بتشارك على أساسه هو ده امتداد للتصنيف اللي الاهلي بموجبه خد نادي القرن السنه اللي فاتت فنادي القرن لا باليافطه لا خلي بالك ولا بالكلمه ولا ببطاقه التموين و... ولا بوزاره التموين بس عشان يعني اه الموضوع يعني, يعني عيش معاهم حلو وياكل آه. معاهم حلو آه. يبتدي يقول لك هو معقول انا بطل الدوري يبقى ده تصنيفي يعني ما هو عايز بقى على اساس يعني اللي مشاركين في دوري م... الابطال دول مش ابطال دي يا استاذ ابراهيم هي المساله <applause> مساله ان انا ألفط وافصل آه. معيار يديني الحاجة حاجة مش بتاعتي ماسي انا محدش غير غيري غيري هيديهوني زي انا احسن نادي في العالم يوم الاثنين الظهر اه محدش لعب يوم, ك... يوم الاثنين الظهر آه انا آه. و... 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 وكسبت اللقب وعايش بيه لحد النهارده ويجيبوا سيرته اما نكلمه آه. كسبنا احسن نادي في العالم آه. يوم الثلاثاء <applause> <applause> اللي محدش لعب فيه طيب ليه بقول لكم في تاكيد المؤكد الجديد بقى حقوق الرعايه وشعبيه الاهلي تقول لهم لاي حد يا جماعه هاتوا دليل واحد ان الاهلي ملوش هذه القيمه السوقيه العاليه بصوا على ارقام حسابات الاهلي على الوسائط الاعلاميه الحديثه وشوفوا أرقامها مقارنه باي نادي اخر شقيق لهم كل الاحترام بس الاهلي في حته تانية على راي الصديق سيف زاهر حته تانية بعيده اصلا يعني حتى الناس القريبين منها بعيد محدش يصدق تلاقي النهارده مثلا طالع على سبيل التاكيد في المؤكد برضو تصنيف اكثر الانديه العالميه متابعه على الفيسبوك حد جاب حاجه من عنده حد جاب حاجه من عنده الاول ريال مدريد الثاني ليفربول الثالث برشلونه الرابع مانشستر يونايتد الخامس الاهلي المصري عايزين ايه تاني؟ مانشستر يونايتد بقى بس عايزين نتوقف فينا عشان ما الناس بتتكلم لا برشلونه ولا مانشستر يونايتد بيكسبوا دلوقتي ده من خلال المتابعه للحساب الرسمي للنادي الاهلي على الفيسبوك خلال هذا الشهر اللي خلص شهر اكتوبر فقط يعني خلال شهر اكتوبر حجم المتابعه على الصفحات الرسميه للانديه العالميه كلها على صفحاتها الرسميه وحساباتها على الفيسبوك الاهلي خامس انديه العالم في الايه على الفيسبوك في المتابعة في المتابعة آه. المتابعة يعني ايه المتابعة يعني بس هنشرح 12 مليون فاصل اربعة آه. ما هي مكتوبة ايه والريال 27 آه. آه آه آه. انت انت معناها انك عدد الناس المهتمية بيك آه؟ على السوشيال ميديا رقم خمسة على العالم انديه العالم ما هي دي الشعبية هو الشعبية بتترجم في ايه بتترجم في الاحصائيات دي فاما تيجي تقول لي الراعي يديني زي زي مش عارف ايه هو <applause> يعني انت بصوا يا جماعه يعني ريال مدريد عنده 27.4 27 مليون و4 من 10 ليفربول عنده 23 مليون برشلونه عنده 18 مليون او 19.8 ومانشستر يونايتد عنده 18.6 من 10. والنادي الاهلي 12.4 من 10 حطوا في الاعتبار حاجه مانشستر يونايتد او او ريال مدريد بالاحرى له جمهور في كل انحاء العالم حتى في مصر له خصومه جماهيريه شديده ومتحدثي اللغه والعمل اللغه طبعا فارق معاهم كتير فان انت بلغتك العربيه بحضورك المصري والعربي والافريقي هي ده ده الحيز الخصم بتاعك ويكون ليك هذا الترتيب بين اعلى خمس انديه في العالم متابعه ده كلام له قيمه كبيره جدا ده كلام بياكد المؤكد هو, هو ده اللي على اساسه بتتحسب القيم التسويقيه وحقوق الرعايه والبث بسيطه جدا ومختصره جدا يجي مثلا عشان تبقى برضو الدنيا واضحه الراعي اللي جاي يحط اعلاناته على النادي الاهلي على الفانيلا على الظهر على الشرط يرتبط بالاهلي باي شكل من اشكال الاعلان يهمه انه يحطه في مكان الناس هتشوفه اكتر له تاثير اكتر له حجم انتشار اعلى له قيمه في السوق اكتر احنا للاسف للاسف بقينا بنناقش المنطق البديل الصحيح في ظل حاله الشعبان اللي انا بقول لكم عليها